في جزئيه انت اتكلمت فيها يا كريم وهي تتعلق بضغط المباريات اللي نتج عنه اصابات كتير جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، والنقطه دي انا عايز اقف عندها شويه لان البعض دايما بيوجه الاتهامات للجهاز الطبي ايا كان الحالي او الـ قبل كده اللي كان موجود ان هو في تقصير وفي كلام من ده، لكن لما نيجي نتكلم بشكل موضوعي هنلاقي ان طبيعي جدا مع ضغط المباريات ينتج اصابات كتيره بالكم اللي احنا شايفينه. نعم، شوف يا طبعا موضوع الاصابات احنا بنتكلم في امر اعتقد الاجابه المفروض اللي تكون احنا بنصدق عليها خارجه من فم طبيب او دكتور يعني او حد مختص بالجهه الطبيه، لان احنا النهارده بنتكلم بنقول في لاعب قدامنا بيشتكي من شكوى، ما فيش اعلامي او محلل او اي حد يقدر يقول الشكوى بتاعتك طبعًا دي تاخد اسبوع او اسبوعين او اسابيع او ايه سببها او ايه المشكله فيها. حتى احنا قعدنا فتره كنا بنرجع بعض او الاسباب لملعب او ارضيه ملعب بعض الملاعب بعد كده تم تصلحها والموضوع برده ما فرقش قوي، يعني في برده اسباب لازم احنا النهارده نبقى احنا بنقول وجهات نظرنا في الحته دي، لكن احنا مش مختصين بالظبط. يعني ممكن اقول لك بعد خبرتي مثلا يعني ان انا جالي برد كتير، فاعتقد انت يا امين لو جالك برد ممكن تاخد الدواء ده هيفيدك قوي، دي حاجه بسيطه يعني مفيش مشكله فيها. انما الحاجات لما بتعقد تبقى يعني كومبليكيتد شويه ومعقده شويه لا لازم نرجع للمختص. انا في وجهه نظري الشخصيه الحته اللي ممكن اقولها ان دايما النادي الاهلي رائد في تطوير الكره المصريه فيما يشبه او فيما يشابه الخارج، دايما احنا بناخد الخطوه بالزبط. الاولى من الاهلي عنده اول خطوه في افريقيا، عنده اول خطوه في الشرق الاوسط، عشان كده كل الانديه بتقلده او بتاخد من الحاجات منه كوبي وبيست. انا لما اشوف ان احنا جالنا فتره مثلا في وجهه نظري كنا بنقول مثلا احنا محتاجين الفرقه يبقى فيها لاعب محترف في التسعينات مثلا او في الثمانينات، جينا بعد كده قلنا خلاص المحترفين يبقوا اثنين بعد كده يبقوا ثلاثه او يبقوا خمسه لما تدخل لعيبه شمال افريقيا وما الى اخره. فانا في وجهه نظري الفكره تطوير اللاعبين بقت تصرف على اللعيبه المحترفه عشان تعلي مستوى اللعيبه.